الساده الرؤساء الساده المسؤولون في المجتمع المدني احسان الحضور ايها المناضلون ايها المناضلات لحزب المستقبل حزب الغد المشرق باسمكم جميعا ارحب بزملاء الرؤساء في مناسبه معارضه طيبه الحاره واشكرهم خالص الشكر على تدشي معنا حضور وانتظار هذه الفعاليه كما اخترنا العود اليوم اللي مشرفينا انتم ومكرمين الحضور وهذه ما هي المره الاولى اللي تعود معانا مهما كان من عمل نقوم به بكل صراحه ما قد نفتر من شكركم ونختار الذكر ونقول لكم على ان شاء الله ندور لا نعود باذن الله محل ذاك اللي تنتظر منا باذن الله. اخترنا سعيا منا لاظهار الساحه السياسيه الوطنيه سعيا منا بعد مزادنا بشكر لعروضكم وعلى ان ساعدوكم بهذا الحق اعلنا نتخلى عن بعض الامور كانت هي تطلعات مناضلين باللي تعرفوا بعدنا انكم تعودوا سابق للوقت اللي ذا هو كنا حزب وان كانت الطلبه معتبرين اللي عندنا هياكلنا وعندنا نشاطاتنا جزاكم الله انتم احسن جزاء احتضنتونا. يا غير تعرفوا بعدنا اللاقى الطلقات بن البريت وطلبنا قصر وطلبناه مع جماعة لأننا نظهروا عن التعاوش ما تدخل معاه يخليه له ما هو خوف ولا هو طمع غير به الصيبة اللي بنا بها ذاك البيت وبراك القصر يمشي ثاني بإذن الله وهذا هو كنا نعدلوا بناء هذا الحزب حزب ان شاء الله المستقبل وحزب ان شاء الله يآزركم في عملكم بكثير هذا هو الموجب اللي بيه اخترنا يعود الحزب اذا هو اللي يعود هو الجديد وان شاء الله بعد ان يعود اللي يتحقق طموحاتنا كامله وطموحات المناضلين وطموحات الموريتانيين. باش نختار اللي هي الدوله اللي كانت موريتانيا. هذه الدوله كانت تكون دوله مؤسسات. مؤسسات الفصل بينها واضح تكامل بطبيعة الحال بغير يعود ذلك بالتشريع منها ذلك بالتنفيذ والعدل ذنب بيناتهم فصل بحيث عن كل يقوم دو ما شوش على الارض يعني نضيف على الفم سلطة رابعة ما تعيد أهمية هي الصحافة نختار وزارة المؤلفات تقوم بدورها وتحط صوت التقييم والتقويم اياك يعود اليك الدرجات على الاقل تمشي مراك الى قامت شي حق وقامت شي لذيذ وقامت شي بناء واضح لين تعود محك بالناس كامله وكله يشوف ذاته فيها اياك يعود اليك ويعود مواطن فعلي ويعود يخدم المجتمع كله. تختار دولة هدفها ووسيلة المواطن عنها تعود الغاية مواطن والوسيله المواطن بحيث انه ما يعود مهمش في شيء. وعن يعود هو الركيزه الاساسيه
واعلموا في الحالة الاجتماعية يسوى كان الذي قال الأسعار تعود أسعار في مستوى في مستوى دخله تعود مستوى دخله ويعود المولي من ناحية اجتماعية الذي قال له الصحة الذي قال له التربية الذي قال له الشغل وفر له إياكاش يكون له تعيش عيشة وتتلائم مع وضعنا احنا كموريتانيين وتتلائم مع إمكانيات احنا كموريتانيين وعلى الأمر اللي نعرفه كان مع موريتانيا هذه ذرواتها قاد تتحمل الأمور اللي هي لها نختار دولة فيها وئام دولة فيها تجانس وتناغم بين أفرادها كلها دولة فيها تكامل باحترام مكوناتها كاملة اسمه كانوا بيرام يسمح لي حدهم اسمه كانوا كوار اسمه كانوا عراقي باجتهادهم هم مكونات موريتانيا ويابا كلهم يشوف ذاته في الآخر ويابا عندهم الصهار لأنه قد يمكن بعد الأمر يذوب في دمبر ويذوب في مبار بهند هذه هي موريتانيا وبالصفة التي كتبنا موريتانيا بصفة أخرى بعد كتب مثل موريتانيا وهذا يا طيبوت ذاك اللي خالف من المشاكل وذاك اللي خالف من الظلم وذاك اللي خالف من التهميش نتعاون عليه كامل كموريتانيين ما فينا حد مخلص كفاه ولا فينا حد خجلان من يقول اذا خاسر ويا الله يصح وعدلنا صراحه كيف او تكرموا لسيره المعارضه الموريتانيه وكيف معودنا الموريتانيين كلهم بعد انهم دوله مسلمه ومجتمع يختلف لا الحق على النزات ولذاك الظلم الممارس على الاجماع اللي قال لها يعني نحاول بعدها نتعاون عليه كاملين باش اللي قال التمييز الايجابي اللي ما فيه ظلم الحد ولا فيه غفل الحد يا غير الغرض منه اساسا هو معلن يتقال دكتور موريتاني كاملين يعود وقال دين وعي فينا نعرفه بعلن ما تخون ثرواته نعرف بعلن ما يخونون طموحاته نعرف بعلن ما يخون عددنا يقال يخون الذي ينقال الوطني الذي ينقال العدالة الذي ينقال تولي الراجل المناسب للمنصب المناسب ذيك المناسب نظرا على الحمد لله ثرواتنا معرضه يسوى كانت بحريه ويسوى كان على مستوى الحديد والله ذهب والله النحاس ويسوى كانت حتى حيوانيه والله زراعيه اللي نختار وانتم قائمين بشنو وبعد ان نظم توزيع عادل الثروات اللي هي لصالح الموريتانيين كلهم يا غير على انك دوله يا الله نفكروا في التصميم يا الله نفكروا في تسويق راجع علينا لذاك اللي قد يمكننا من يعود راجع علينا الذي نبيعه بنفعه على المواطنين وهذا نعرفه بعلنا الى فاتنا اعاده فهم نيه صادقه والى اعاده فهم اراده فعليه نتحققوه في ظرف ليب واللي يبقى هو شنو هو بعد كثير من اللي هي وانا قرش بعد هذه منسقية المعارضة هذا الرجال موريتانيين بذاك اللي يقوموا به من عمل كله بإذن الله شما إن شاء الله لا نوصل لذلك بعزيزتنا إياك يظهر علينا بعضنا بالخير في حقرة أنا عفض عن الله خير موريتانيا كان نختير من خلال المدينة اللي واحد يزيد وبعدنا نحاول يا كانت كنت فن دبلوماسية منفتحة على الآخر باش احنا سطرنا بجدارة أحسن حضارة أحسن تقارب أحسن قيم وأحسن أخلاق عندي عنا ما قال نسطر أحسن علاقات مع دول الجوار ولا قال بدنا نسطر العرفان والنا
ونزاهة لهذه دول الجوار. بدنا نقول له انتو انصدوا بعض الامور يتخبط فيها هذا النظام الحالي باش بالتدخل السافر في شؤون الدول الجوار. وعلى ما يظهر صراحة مدى جادي بقدر ما وصلنا ذاك دول الجوار وحتى الدول العربية بعيد منه من الدول الأخرى. أنا أعود قادرين نصبروا هذه الدول بزرنا ونعود صراحة أهلا لذلك اللي أصلا هو دورنا غير في التاريخ. نقول هو عجالة أن جيشنا وأمننا هو مصدر كبرياء وشهامتنا وهو صائم أمننا الداخلي وحدودنا. يا غير هو اللي وسبع لنا نختار يعود جيش المهام كنت يرجع لها معزز ومكرر. وعلى اللي منها عاد جاء تعليم وتظاهر له بعده لا يمارس السياسة على انه لا يوظف البدلة ولا يوظف نفوذ الدولة ولا إمكانياتها في ترهيب وترغيب وقهر الشعب الموريتاني. يا غير يفسخ البدلة ويخلي ممتلكات الدولة ويعني مع المهام والسياسة وراه هو يكسى على طاح المسند ذراعه. يا غير الذي عدى من النظام وذاك اللي سابقينه نعتبره مع انه ما هو شيء يخدم لا الديمقراطية ولا الدولة الموريتانية. النقطة بقى بالأخيرة اللي نتكلم عنها المجالة وبعد الفن ظاهرتين تحمل فيهم ذا النظام الإرهاب المخدرات. وأنا أعتبر بعد أن المهمات هذه الثنتين توأمان به الإرهاب يجيب المخدرات المخدرات يجيب الإرهاب. الآن نذكر توفى لنا كنا نسمعه إن قال إن عملية في باريس والله واحدة أخرى في لندن والله في نيويورك والله في واشنطن وتمينا إنينا تبادل عبد العزيز مع مطاردة الإرهابيين. والله ذيك الناس اللي قال عنها إرهابية ومطاردة ما هو في حدودنا ولا هو على ترابنا يا غير في أراضي دول أخرى. السبب ذا السبب بعلنا اللي جنينا ماذا شنو هو بعلنا تبدت لنا دولة الغوات على حدودنا وعدنا اللي خايفين منه شنو هو خايفين منه هو بعلنا كل ما تعرضت ذي الدولة الذهية الشي مهما كان من طرف حد يسوى من هو ملاذها القريب هو الأراضي الموريتانية. معناها أننا أصبحنا ضحية لكل عمل مستقبل تقوم به لن ينقادها القاعدة. أكبر من ذلك وطن أصبحنا كل ما خلقت مسألة لا يعود ضحبادنا. عناصرنا في الجيش وعناصرنا في الأمن هم الدرب لهذه الناس اللي قد يعود كرات عبد العزيز مالي السلطة الإدارية إياك تعود له تدافع عنها ذي الناس على مستوى القاعدة وعلى مستوى الإسلام والإرهاب. يا غير من يطاف على ذا على أن حقيقة تفشت ظاهرة تناول المخدرات فينا بناشبه لهذه الناس اللي يمول كل عملياتها اللي أبدأ في قال بيع المخدرات الإدارية. هذا نقوله بعلنا بإذن الله ما لنا لنا بخلو بعلنا نعود اياتي قويه ونعود اقدام ونعود ألسنة من اجل تحقيق هذه الامور اللي ذكرناهم كلها ونختارهم نقول عجال اعلنا هذا الذي نعود به معاكم انتوما ونسغيت المعارض ومعاكم انتوما ورؤساء ونسغيت المعارض ولم تنسهم
أعلنني نقول أعلننا كلنا ومنزلنا بالمعارض، ونقول أعلننا أهداف وبرنامجنا والوسائل اللي نقدر نتخذ مهما كانت هي ذيك اللي عن بصفة واضحة مناسبية المعارضة الديمقراطية. وبالمناسبة نختاركم تسمحوا لي هون بشكركم الخالص والصادق لاحتضاننا ومنازعية المعارضة في الوقت اللي فهم وشايات وفهم ذاك اللي قال اللي قد يعود عنده مبرراته. ذيك الساعة ما زلنا نسمو روسنا بلجنة الأزمة، والله تعالى مش عم يتخذ بلجنة الأزمة. هذا ما منعكم من تحتضنا رغم ذاك اللي قال وذاك اللي تواسى من ضغط من الأمور كلها. مشكورين كل الشكر على ذاك اللي مشكورين على مدنا كل ما قمنا فيه بما أوديتم إياكم أودوا قوة بسلكم، وهذا لن ننساكم هذا السعي بصراحة، ولأن إليه نحن لكم بإذن الله ويد في يد رجاءنا وأمننا، ولكن إليه الحق هو بإذن الله رحيل هذا النظام العاجز، هذا النظام الفاشل، هذا النظام الغاشم في لا بد من استسمح هون نختار كل مناضلين ومناضلات وقيادات حزب المستقبل على ذا الخطاب وذا اللي قال هون. راه يسمحوا لي الصحابة، ما اني تاكلوا على الصحابة، تاكلوا لا عليكم، وندوروا يوصلوا لكل رقاش بيه اللي نختاروا يوصل بالطريقة اللي قال بيه، ونختار هم اللي يقولوا مع اللي يدعون الأمة فاكراش علينا نعرف الآن باب باب وصل خطاباتنا وباب باب قايم بنضالاتنا، وعلينا الآن اللي عاوننا فيها بها ونعمل وإلى ما رأيناها ذيك الوسائل اللي خلية وسائلنا نعرف بعلنا هي اللي ما زلنا معتمدين عليها، وعلنا ذاك اللي رأينا الثاني يضعوا زايد خير. والسلام عليكم ورحمة الله. ما فهم تعارض ولا تناقض بين خطاب اليوم مع اللي اصلا نكون في الحرب، لا سيما فعلى نحن مشينا عن تعارض شعب التقدم به الإمام المتوافق مع مسؤول به اللي تخلى عن خطاب الحرب ومبادئ. كان السؤال الأول. السؤال الثاني هو أعلن مسؤول قائد مبادرة من رأيه كان مستعدين عندي عنه كان إلى جانب استعملوه ونقضيه. بما يعني السؤال الأول لا ذكرته بعد يجوز عنه ماذا تقرأ بإقراء إذاء الحرب، وعلى ما إن شاء الله مستعد نعطيه. وين يقرأ هو مشروع مجتمع صالح الموريتان بالإيمان ما هو مئة والأخوة والتماسك بين مكونات الشعب الموريتاني. حق على أن من أولوياته طلب والله الدفاع عن حقوق للناس اللي أصلا مستحقة ومعبدة ومهمشة ومطالبة بالعتاقها وتعطيتها. هذا حق وراهما نقولها الفوق ولاني خجلان، ما زكنا
وما زلنا ندافعوا عن الحق. والحمد لله مولي مؤسسة المعارضة اجبرنا مولي اللي صوته يعلو اصواتنا، وذاك الشكر لهم وموصول به الناس كاملة اللي هذا هو توجه. قلت اعلن الحر ايديولوجية وافكار وممارسة، واعلنا ما زلنا على ذاك اللي عين عليه وذاك اللي كنا عليه، وعلى المسعود اللي مشانا عنه اللي كنت يعود من هذا من بين الامور اللي مشانا عنه، غير في امور اخرى واللي وزعت علينا صراحه ما تلاقيت نتابع مع مسعود. مسعود بقيت التعب الشعبي التقدم، وجزا الله عنا خير مناضلي حزب المستقبل قالوا على انه هذه كانت هناك مخليين هذيك الناس ماشيين وين بدار اخرى. والله ان شاء الله يوفقه هو في ذاك اللي بقى فيه، توفقنا احنا في هذا المكان الجميل. معناها اعلنا بكل صراحه وقلت العود وما فهم تناقض في ذاك اللي كنا ساكين وما زلنا ساكين، واللي جزا الله الخير هذه الناس اللي تقاسمتوا معانا اللي معانا في المستقبل واللي معانا في المنسقية، واللي قلت يعودوا مولي ثانيين بسيطين يا قرم واللي شاد عليهم هذا، ونعود عليهم ياسر على ان شاء الله نبنوا مولي ثاني مولي ثاني كلهم. قلت مولي على بما يتعلق صف ماذا اخت مسعود هذا باب خجالة على اني حقا ما اتصل علينا ولا جانا، وعلى اني لقى ما قلت في فرنسي غير ما انا مصلي وقتي لاني قلت الحق به اللي قال ما نعرفه قلت يعود لا كيف قال على ما مشى حد والمنسقية ما جاها حد، واحنا نقولوا يسمح ورانا ان شاء الله صار عندنا احنا العلم وهو يعود، لكن نقولوا احنا واحنا ما نعرفوا على ان حد محدود وعندنا ان شاء الله الدور الان عند الموريتاني ذاك اللي قال فيه ختاما لهذا اشكر جزيل الشكر رؤساء مؤسسة المعارضة، واشكر جزيل الشكر ومناع عامون النقابات الخبر اللي يحضرون ممثلينهم، واشكر جزيل الشكر الصحافه على حضورها، واشكر راني ما نختار من اول غير